أكيد قضية الصحفي مدير عام إذاعة موزاييكا فام نور الدين بوطار تأتي في إطار سلسلة من الأحداث اللي سجلتها النقابة لضرب حرية الصحافة في تونس والتضييق على عمل الصحفيين ولترهيب الصحفيين. بتأكيد من هيئة الدفاع على نور الدين بوطار كل الملف لا توجد به أي أدلة على التهم التي وجهتها النيابة العمومية. للأسف إلى حد اليوم ورغم أن الملف فارغ، رغم أنه كل المحامين يأكدوا أنه الملف سياسي بامتياز ولو وجود لي أدلة إدانة، رغم ذلك ما زال يقع بالسجن. وبالتالي الرسالة واضحة هي إسكات صوت موزاييكا فام الهدف من ذلك، ولكن أيضا ترهيب بقية المؤسسات الإعلامية وترهيب الصحفيين، وأن كل من سيواصل العمل باستقلالية عن السلطة قد يكون مصيره السجن في المرحلة القادمة. ما نجموش نقرأ قضية زميل نور الدين بوطار بمعزل عن ما تشهده الساحة الإعلامية من تضييقات في حق الوصول إلى المعلومة، تضييق على العمل الصحفي، في ضرب للحقوق الاقتصادية والاجتماعية للصحفيين، في الاعتداءات المكررة على الصحفيين. عضو عن التقرير السنوي للحريات، أكيد بتشوفوا أرقام صادمة سجلناها خلال سنة اللي لا تبشر أنه قاعدين ندعم حرية الصحافة في تونس، وإنما تدل على أنه مكسب حرية الصحافة في تونس قاعد يتآكل شيئا فشيئا. اليوم نور الدين بوطار كصحفي كمدير عام إذاعة موجود في السجن، صحفيين أخرين قاعدين يوميا يبحثوا قدام القضاء بقوانين أخرى غير القوانين المنظمة للمهنة، يوميا يسجلوا في اعتداءات، يوميا يسجلوا في منع من العمل، يوميا يسجلوا في رفض تقديم معلومة للمواطن التونسي. هذا الكل ما ينجم كان يكون مؤشر خطير جدا على حرية التراجع على حرية التعبير في تونس.